إحنا مجموعة عشيرة يعني قبيلة. نعم. فبهذه القبيلة عندنا مجموعة كان والدي هو الكبير عليهم. نعم. فنفر من الأخوة خرج عن الملة. كيف خرج عن الملة؟ نعم. كان يتابع برنامج، هذا البرنامج عبارة أن يقول قال لي معلمي. بعد ذلك أخذ فترة يتابع هذا البرنامج حتى أصبح من ملته. الآن بعد فترة يعني هاي في 2015 وتطورت الحالة إلى أن وصل به الحال إلى أن يقول أن الله تعالى ما موجود، المهدي هو الله والله هو المهدي. نعم. المرجعية شتائم، ما يشتم بالمرجعية الدينية العليا. والدي قال لي هذا فعل مو زين، هذا خطأ، إحنا ما نتقبل هذا الشيء، إحنا نتبع المرجعية، نتبع أهل البيت عليهم السلام، خطأ هذا بلحاظ الاختصار مؤمل لطفا أخي. نعم عفوا. إي فوصل القضية إلى أن يعني ينشر هذا دينه ومعتقده بالملة كلها. نعم. إلى أن وصل الحال والدي قال لي نكسرك ونطلع، الكل بقوا معه ساندوا هذا الرجل، والوالد الآن أصبح هو المنبوذ. نعم. فهذا المعتقد هو شنو سوى والدك؟ عفوا شنو سوى والدك؟ والدي قال لأبوي إذا ما ترجع لابد أنه سألني، قال لابد هذا أن يردع، أن تسفح عقيدته. نعم. أو بالضغط عليه، من الأساليب الضغط هو أن يخسر من العشيرة. صح. لأن أخوه المتدين الذي يزور الإمام حسين عليه. نعم. السلام يقول لو أعلن أخي كفره لن أتركه، إعلان يعلن واضح ما أتركه. فإحنا الآن نواجه مواجهة صعبة يا سمحت السيد. اسمع إن شاء الله تعليق السيد. فشنو مشكلة الآن؟ شنو المطلوب من عندي حتى أنا أكون خير؟ أنا اللهم يحفظكم، هذا والدي الآن التصدي لهذه المسألة خطأ، فعله خطأ. طبعا. والآن نحن واجهنا مواجهة صعبة أقول لأننا دافعنا عن الله وعن المرجعية. أخ مؤمل تسمعني؟ أخ مؤمل بلي بلي سمحتي. أنا يعني أريد أنطيك مجال، ليش؟ لأن هاي أكو ظاهرة معينة وإحنا نريد نتكلم عنها حتى لو تأخذ وقت، هي أفضل. أيوة والله أكون منك. شوف أخ مؤمل، هذا الأخ من العشيرة اللي عنده أفكار غلط، عنده أفكار منحرفة، هذا عنده استعداد للحوار والمناقشة، ولو لا يغلق الباب يقول لا هو هذا الحق اللي أنا ومعلمي وجهني وهذا انتهى، يعني يغلق الباب. هو ضمن يقبلون الحوار أو لا يقبلون الحوار؟ احنا سوينا وليمة حتى ناخذ عمامنا حتى نروح له نقول له نواجهه نحكي وياه. هو طرد الكل، يعني رافض يرفض الحوار. أشكرك أخ مؤمل على اتصالك ومداخلك. إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا. طبعا مداخلة مهمة من جناب السيد. إخواني الكرام، أنا انطيت مجال يتكلم وردت أحس يعني أكثر يتكلم، لأنه هذه قضية الآن نشوفها في كثير من الأحيان، وأنا انتشر عني أيضا مقطع فيما يرتبط في بعض الذاهبين للحوزات العلمية، بعض الحوزات العلمية أيضا تغذي هذه الأفكار الغلط، وهي الأفكار المهدوية المغلوطة، الأفكار على حال المنحرفة باسم العرفان، باسم التصوف، باسم الذوبان في على حال في مسير المعصومين، وهذه كلها شعارات وأفكار على حال مناهج تؤدي إلى الانحراف. شوفوا الولد هذا أول ما بدأ انحرافه ما كان أنه ينكر وجود الله، لا. كان يشوف برنامج سيئة، كان يشوف برنامج واحد تعبان، وأنا هم كم مرة حاجي عنه أن هذا واحد تعبان وعلى حال خطير ويكذب وكله دجل، كله تخرصات، كله كلام ما له داعي، وما أريد أتعرض إلى، لأنه في الواقع الحال لا يستأهل أن الإنسان يتكلم عنه. بس شوفوا كان يتبع فلان، هو ما قال ماكو الله، قال على أي حال أنا أشوف أنه الإمام المهدي هو كل شيء. زين،
بعدين أنزله منزلة الربوبية. بعدين سيئة. قال هو الله، يعني المهدي هو الله، والله صار هو المهدي زين. بعدين قال لا، أصلا ماكو شيء لا الله ولا رسالة. نعم. شوفوا أخواني، في بداية كلامنا الحلقة هاي تكلمنا أنه التمادي والعلي حال والدخول إلى هذا النوع من التفكير الغلط يجر الإنسان إلى الزلل. سامعين باسم علي محمد، السيد علي محمد باب، سامعين عنه؟ نسمع سيدنا بالإنترنت كتبوا علي محمد باب أو البابية، كتبوا نعم البابية، راح تطلع لكم فرد معلومات مهمة عن شخصية كانت على حال إلها وزنها في تاريخ الإسلام والتشيع، وادعى أنه أنا باب المهدي، أنا باب المهدي. بعد فترة ناس هم وراء باب المهدي، مثل ما الآن هذا فلان ابن الإمام، وهذا ما أدري سفير الإمام، وهذا وكيل الإمام، شايفين أنتوا، وكلها دعاوى باطلة انصاف. نعم. ماكو دليل عليها. واسمحوا لي أنا أتكلم لأنه عندي وقت وأريد هالقضية على حال أركز عليها. هذا علي محمد باب ادعى أنه باب الإمام المهدي. يا بتردون الإمام المهدي، أنا بابه، أنا أقدر أوصلكم إلى اشتردون وكذا. بعدين شوية شوية من ناس ركضوا وراء، وعلي وياك علي، وهالسوالف اللي شوفوها أنتوا هالبهرجة والالتفاف، قال علي حال أنا مرسل، أنا مرسل من الله، يعني ادعى النبوة، ادعى النبوة. بعد فترة ادعى الألوهية، ادعى الألوهية أن الله، وطبيعة الحال قتلوه، يعني الناس قتلوه. فأقول شوفوا يتمائل الإنسان شوية شوية يتدرج إلى الغلط وينتهي إلى المهلكة. فهذا خطر، وديروا بالكم كثيرا، سموه مشكلة. واحد عنده فكرة، أهلا وسهلا تعال بابا نتناقش، أما أنت تكفر وتسقط وعليه حد تنكر وتعتبر نفسك الحق المطلق، هذا هو الخطير، أني أنا الحق المطلق وأنا نعم. الحق، يا بأت الحق تعال نتناقش، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكان يطردهم سيدنا لما يرحون يتحاورون، قل هاتوا برهانكم، بس أنت تطردهم، ليش تطردهم؟ فيظهر أنه أكو جهل مركب، جهل مركب، يعني الجاهل لا يعلم أنه جاهل، هاي يسموه جاهل مركب. فالعشيرة الناس لابد أن يقفوا أمام الانحرافات التي لا دليل عليها. بس يقول عشيرة وقفت وياه، زين عشيرة وقفت وياه أدى دليل الولد لو لا قال معلمي، هاي قال معلمي، أخو كل واحد يقول قال معلمي. نعم. فلما ماكو منطق، ماكو حوار، ماكو مناقشة، يعني صار شنو تخرصات وهوس حسب تعبيرنا. نعم. فوالدك كلامه صح، والدك أنا بابا عندك حكاية تعال نروح للحوزة العلمية وقعد من العلماء احكي، عندك لا بشكل بس تدعي ادعاءات، احنا ما نقبل هذا الكلام، وهذا على حال خارج عن الملة والجماعة، واحنا ما نقبله. نعم. ونتبرى من عندك، بس شوف الجهل شوف، والتعاطف الغلط على مجموعة شعارات، مجموعة أقاويل، هذا اللي احنا نحذر منه ولسنوات، انه يا جماعة ترى الخطر الفكري والخطر الثقافي والخطر العقدي اللي يرتبط بالقضايا العقادية والتشكيك في المسائل العقادية خطورة أقوى من مخاطر الدواعش والتكفيرين اللي في واقع الحال احنا ذقنا الأمرين من ورائه. طيب إذا نقول الأخ مؤمل أنه والده على الطريق الصحيح، صحيح، وأولئك لازم على حالهم يكونوا على بين